اهلا وسهلا بك بهالسهريه وبجمعتنا ويعني انت كمان. اهلا وسهلا بكم، وعرفت انا من اللهجه الشاميه ان ده شحه وده شحه وده شحه والثلاثه شحه شح اوكي شح شح والثلاثه شحوا على روحهم. الشحه بالمصري هو ده يعني، مشان ترجم. تفضل يا استاذ. طبعا انا بشكر دمشق كلها لان منحتني جايزه تمثيل على الادوار الثانيه، وطبعا انا جايزتي الاولى حب الجمهور، انما ما فيش مانع ان ناخد الاثنين، مش مشكله يعني. وهقول لكم نقطه طويله شويه، وراكم حاجه؟ خلاص. واحدة ست عندها عيل صغير كده ابنها، وناس غلابة مش لاقين ياكلوا ضنك قوي معاهم، فبعتت الواد يشتري لها عسل اسود. عارفين العسل الاسود؟ العسل الاسود المنيل اللي عارفينه. الواد خد القرش وراح البقال، قال له عم عبدو عم عبدو، قال له ايوه، قال له لا لو سمحت اديني بقرش ساق عسل اسود. فاداله عسل اسود في الطبق، ماسك الطبق وماشي في الشارع عيل صغير، قال اخد لحسه من العسل، اتاري العسل ده مغشوش، اللي ياخد منه لحسه يعمل خد لحسه وروح لام البيت، الله اما الحي ياما انت اديتيني قرش وطبق وروح عند عم عبده البقال، قلت له اديني قرش عسل، اداني العسل وانا ماشي في الشارع باخد منه لحسه، لقيت نفسي بعمل كده. قول لي جابت امه؟ قالت يا لهوي الراجل غشاش، وريني يا واد العسل كده، خدت لحسه. يا نهار اسود. يا خرابي ده صحيح. ابو محمد اصحى يا راجل، قوم يا منيل، الواد ابنك بقال ضحك عليه. قام جوزها ايه يا وليه؟ قلت له الواد راح يجيب عسل، خد منه لحسه، لقيت نفسي بعمل كده. قال لي انا ما صدقتك، شوف بنفسك. قال انت اتجننتي؟ وريني كده. يا نهار اسود ده فعلا. يلا وقت تعالى هات امك، هروح على الاسم شوف الراجل البقال النصاب الغشاش من الكلب ده. راح لشويش، صباح الخير يا جناب الشويش، مراته الحقنا يا اخويا الواد، انا ماليش دعوه يا امك. ايه يا جماعه الشويش في ايه؟ قال له جدع ورينا. الشويش خد لحظه، قال يا خرابي يا لهوي يا حكومه
بزيطي بزنبليتي على الصوت قدامي على الصوت هو اللي هينجدني. دخل على الصوت صباح الخير يا فندم. الست دي جابت الواد وابوها وجم قالوا لي نعم عبده بقال داهم عسل لياخد منه لحسب يعمل كده. الصول قال له احترم نفسك يا شاويش، انت هنا في مكان عمل بتمثل وزارة الداخلية، وريني العسل ده. خد لحظة فين البيه المعمور. راح المعمور. صباح الخير يا فندم. الصول جالك دخل عليا لقيته بيعمل كده خد عسل جابه نعم عبده بقال الواد امك ابوك انا معذور لا مؤاخذه يا حضرة المامور. المامور قال له احترم نفسك، احترم نفسك وخليك معذب، وريني العسل ده. خد لحظه يا خرابي اوام يلا يلا البوكس البوليس هاتوا وزير الداخليه. مش عليه مش على اللي هنا. يابا ربنا يستر. وانا غريب القلم هنا بالليره يبقى جامد قوي. لموا بعض وخدوا البوكس وراحوا على البقال قدام عم عبد البقال. بقى المأمور يا كلب يا حيوان انا هربيك وبوض عليك هاتوا حطوه في البوكس كده يا راجل يا دون تستعبط الواد كده برضو يا عم عبدك يا جبان يا حيوان. ده الاب بقى ايه يا جدعان في ايه؟ قالوا العسل ده مكشوش واللي بياخد منه لا حساب بيعمل كده. قال لهم وروني كده. خد الطبق وخد لحظة طويلة قوي وقال لهم ده مش من عندي.